يا هلا ومرحبا بكم. اليوم سادس أيام رمضان وإحنا نلتقي وياكم على الخير والمحبة بهذا الشهر الفضيل. الناس من كل مكان يتواصلون ويانا يوم بيوم وليلة بليلة، وحلوة برمضان اللعبات وعلى المحبس اطلع يا بات. نستهل حلقتنا لهذا اليوم حتى نبارك لكل اللي فازوا ويانا البارحة، ونقول للي ما فازوا حظ أوفر بالمرات الجاية. كالعادة أرقام الهواتف موجودة أسفل الشاشة، ننتظر أول اتصال من خلالها، ونتمنى بحلقة هذا اليوم أن يكون عدد المشاركات أكبر، وبالتالي راح يكون عدد الرابحين أكبر. ونأكد على المتصلين الكرام ضرورة أن يوطون صوت التلفزيون ويسمعونا عن طريق الموبايل. نستقبل أول اتصال ويانا. ويانا مي، وعليكم السلام ورحمة الله. كريم. علينا وعليك وعلى الجميع إن شاء الله. شلونك يا مي؟ رمضان كريم على أمة محمد وعلى العراقيين أجمعين. آمين يا رب، على الأمة الإسلامية جميعا. جاهزة مي؟ يخليكم إن شاء الله. مي أنت منين؟ من العراق بس ما عرفت؟ من بغداد. يا هلا بيشوف كل أهل بغداد. يلا مي كالعادة نبديها بمثل. جاهزة للمثل؟ إن شاء الله بإذن الله. يلا بإذن الله نشوف المثل. نعم. شوف المثل يطلع لنا على الشاشة، والمثل يقول نايم ورجليه بالشمس. عافية عليك، نايم ورجليه بالشمس. جواب سريع يا مي. مي رصيدك 500 دولار وراح نبيت المحبس، استعدي. اوكي مي، جاهزة نبيت المحبس؟ ان شاء الله. ان شاء الله. مي اذا يمك احد خليه يساعدك. موجودين جهالي كلهم يمي. يلا اوكي، تنزل لنا الستارة ان شاء الله. يلا مي، اهلك تتابعونا وياك البرنامج؟ يا الله يا الله، هاي اول مرة. اول مرة. اول مرة تشتركين ببرامج مسابقات؟ لو بات لايف اول مرة. اول مرة مسابقات. يلا هاي من حسن حظنا يا مي. يلا مي، عندك ست عظمات الكمبيوتر، ايدي اليسار واليمين وطقي لنا ورا عظمه. افتحي الخمسه. انطق عظمه رقم خمسه المي. يلا ونشوف. يا الله، عظمه رقم خمسه. تلعبين يا مي. يلا برقم اخر. مي عزيزتي. مي ان شاء الله دوم الضحكة. عزيزتي عندك وسائل مساعدة لو حبيت تستخدمين؟ عندك وسيلتين اعتقد. ممكن تطقي لي الاثنين؟ الاثنين يلا، ممكن ليش مو ممكن؟ طقوا لها الاثنين. تلعبين؟ العب وخوش العب. تلعبين وخوش تلعبين. يمك احد ما يريد نسمع تشجيع؟ الحمد لله ممكن. اوكي مي، عندك رقم واحد وثلاثة وأربعة وستة وإيديني. ممكن واو، تشجيع قوي. ممكن طبعا. يلا مي حابة تستخدم وسيلة مساعدة ونشوف. يلا رصيدك صار 400 دولار. طقيت لك إيدي اليمين. يلا يا مي أنت شاطرة، بقت عندك خمس عظمات. يا الله يا الله. يلا إذا ممكن يدك الثانية افتحيها. أفتحها، متأكدة؟ إن شاء الله. خاف يطلع بيها المحبس؟ إن شاء الله. يا الله. يا الله، تلعبين وخوش تلعبين. عافية عليك يا مي. مي يلا، بقت عندك أربع عظمات الكمبيوتر. يا سلام على التشجيع. أوكي يلا، عندك الواحد ثلاثة وأربعة وستة، وعندك اخر وسيله مساعده تقدرين تستخدميها. اذا ممكن تطقي لي الثلاثه. انطق لك الثلاثه، متاكده؟ ان شاء الله. ان شاء الله. يلا انطق لها عظمه رقم ثلاثه ونشوف. ان شاء الله ما بيها. تلعبين وخوش تلعبين يا مي. مي اقتربت من الفوز. اذكرك مره اخرى، هاي اخر مره تقدرين تستخدمين وسيله مساعده. تشجيع تشجيع قوي. وسيلة مساعدة إذا ممكن. يلا ما يحبت. لا إن شاء الله. يلا أوكي ممكن. ما يحبت تستخدم وسيلة مساعدة، طق لها عظمة. عظمة.
اوكي مي، طقينا لك عظمة رقم 4 ورصيدك 300 دولار. مي بقى عندك 1 و6. الله اعلم الله اعلم الله اعلم مليان بالستة. الله اعلم انها بالستة، متأكدة؟ ان شاء الله. زين العائلة الكريمة شو تقول؟ مليان بالستة. تاخذينها من الستة. بس غير يقول واحد. حياتي. اوكي يلا. مي من الستة ان شاء الله. يا الله يلا نشوف. يلا مي اذا مصرة تاخذ من ستة ونشوف رقم ستة ويا ربي اعطيني اياها بالستة. يلا مي اريد تشجيع، اريد تشجيع، اخذتي المحبس. اريد ستة. مبروك عليك يا مي، تستاهلين. واو تشجيع روعة صراحة، تحياتي لك العائلة الكريمة. تستاهلين، لعبتي حلو تستاهلين. تسلمين، شكرا لاتصالك يا مي حبيبتي. وجهك الطيب الحلو وياي. تسلمين، شكرا شكرا. تسلمين هيا. شكرا، مبروك عليك الرصيد. ويانا علاء، مرحبا يا علاء. علاء علاء تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله يا علاء، أهلا وسهلا. علينا وعليك وعلى الجميع إن شاء الله. شلون الصحة يا علاء؟ شكرا لك. علاء ده تسمعني؟ الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله دوم الحمد لله. علاء شلونك بالأمثال؟ على رجاء وطي لي صوت التلفزيون، اسمعني من ال زين زين بالامثال، كلش زين. كلش كلش زين؟ كلش كلش زين. وبالمحيبس كلش كلش زين؟ لو كلش كلش مو زين. ما افتهمت بالمحيبس شنو؟ يعني مو كلش. مو كلش، لا لا ان شاء الله. يلا هسه تلعب ونشوف لعبك. يلا اول شيء عندنا مثل. تسلم، شكرا على روحك المرحة والطيبة. يلا مش ناخذ المثل ونشوف. مثل يقول لو رحت البيت الله مثل بيتي. لو رحت البيت الله مثل بيتي، تعرفه يا بس اسمه عفوا علاء. اوكي يا علاء، أول مرة أسمع بالمثل. والله حتى أنا أول مرة أسمع بالمثل. راح أساعدك علاء، لو رحت البيت الله مثل بيتي. لا بقت كلمة واحدة. يعني متاهلة. أوكي لو رحت البيتي، عفوا لو رحت البيت الله مثل بيتي. لا والله. يا سلام عليك يا علاء، كلش زين بالأمثال. أوكي علاء رصيدك 500 دولار. علاء رصيدك 500 دولار. شكرا علاء. اوكي عزيزي رجاء وطي لي صوت التلفزيون حتى اعرف اتكلم وياك، ممكن؟ هاي المشكلة نواجهها دائما. اوكي علاء جاهز؟ ما افتهمت عليك عفوا. جاهز ان شاء الله. جاهز اوكي علاء رصيدك 500 دولار وتنزل الستاره حتى نبيت المحبس ونشوف. ان شاء الله جاهز ان شاء الله. يلا ان شاء الله. يلا بات. يلا عندك ست عظمات الكمبيوتر وايديني وعندك وسائل مساعده. تطقي عظمه ايديني تبدا بايدي لو عظمات الكمبيوتر. انطق رقم واحد. رقم واحد يلا يا الله ونشوف عظمة رقم واحد. تلعب خوش تلعب. يلا رقم اخر. علاء رقم ثلاثة. رقم ثلاثة يلا نشوف رقم ثلاثة العلاء. حظ اوفر يا علاء بصراحه انصدمت. يلا مو مشكله. مروان محسن. اوكي مروان محسن يا هلا بيك يا مروان. هلا
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مروان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مروان من البداية رجاء نطيل صوت التلفزيون واسمعني من التليفون. ما نطيل صوت التلفزيون. يلا نصي واسمعني من التليفون حتى نعرف نتواصل وياك. اوكي مروان شارك بالامثال. مروان والله زين. مروان المخرج يعني لازم توطي لصوت التلفزيون حتى المخرج ده يقول. يا مروان مدى الصوت ده يرجع علي انا ما اعرف. اوكي ناخذ المثل يا مروان جاهز؟ المثل يلا المثل يقول اللي تقرص الحية بيده يخاف. اللي تقرص الحية بيده خاف. والله بس هتساعديني شوية. اوكي يخاف من جرة. يلا مروان مروان هاي اغنية الكاظم الساهر. انت يا مواليد مروان؟ حتى مواليد 93. بعدك ما ملحق عليه. اوكي اللي تقرص الحية بيده يخاف من جرة الحبل. ما تسمع الكاظم الساهر؟ نتحالها. اوكي اوكي برافو عليك يا مروان. رصيدك خمس. لا ما يحتاج شكر. اوكي رصيدك 500 دولار وتنزل الستاره حتى نبيت المحبس واستعد. بارك الله فيك. يلا نشوف نبيت المحبس وبات. يلا مروان المحبس تبيت ورينا شطارتك. بيدك اليسرى. ايدي اليسرى اطقها. طبيت بيدك اليسرى. طقيتها. عفي عليك يا مروان. يلا وقت ايدي اليمين وستعظمات الكمبيوتر. طب الستة. نطق الستة. يلا نشوف عظمة رقم ستة لمروان. تلعب. خوش تلعب يا مروان. يلا رقم اخر. نطق رقم ثلاثة. رقم ثلاثة يلا نشوف رقم ثلاثة لمروان. تلعب. عفي عليك يا مروان. مروان عندك وسيلتين مساعدة إذا حاب تستخدم. انطق رقم واحد. رقم واحد اوكي يلا انطق له رقم واحد وأذكرك بوسائل المساعدة إذا حاب تستخدم. تلعب. وخوش تلعب. مروان بقت عندك أربع عظمات ووسيلتين مساعدة. ما حاب تستخدم؟ ناخذ وسيلة مساعدة. يلا حلو مروان حاب يستخدم وسيلة مساعدة ونطق له عظمة. اوكي وسيلة المساعدة طقيت لك ايد اليمين وصار رصيدك 400 دولار. بقت عندك الاثنين والاربعة والخمسة. اخذ وسيلة مساعدة اخرى. يلا مروان حاب يستخدم وسيلة مساعدة اخرى ونطق له عظمة. رصيدك يصير 300 دولار. اوكي طقينا لك عظمة رقم اثنين. مروان بقى عندك الاربعة والخمسة. يلا ورينا همتك. ما تساعدني شوية. مروان انت بطل ما يحتاج وصلت للنهاية. يلا ان شاء الله. من الاربعة. من الاربعة. يلا متأكد مروان قرار نهائي من الاربعة؟ قرار نهائي. نهائي